السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور نزيه سليمان من صفحة مانوتون السمنودي يرحب بكم في المحاضرة الأولى من دورة كيفية إعداد البحث العلمي. النهاردة بإذن الله تعالى يا جماعة هنبدأ رحلتنا مع إزاي نعد البحث العلمي، سواء كان رسالة جامعية أو كانت بحث ماجستير أو دكتوراه أو كانت رسالة فيما بعد اللي هي الدرجات العلمية والترقي في الدرجات العلمية. لما اجي اتكلم يا جماعه عن البحث العلمي، حابب اقول في الاول ان الشغل اللي احنا عاملينه النهارده ان شاء الله في الدوره، سواء كان الحاجات اللي بعتتها الدكتوره مرني سيرجو او الحاجات اللي انا جمعتها كلها يا جماعه، هي خلاصه الكتب اللي اتكتبت في البحث العلمي سواء كان في مصر او في دول زي انجلترا او زي الكتب اللي اتكتبت في مكتبه جامعه لبنان او الحاجات الموجوده او اللي احنا الكتب اللي احنا جبناها من مكتبه او المكتبات الموجوده في المملكه العربيه السعوديه. وده يا جماعة مش عيب، احنا بنحاول نجمع الخلاصة بتاعت العلم اللي وصل ليه الناس اللي قبلنا كلها، ونحاول ان احنا نرتبه وننظمه في شكل دورة عشان نفيد بيها الناس ونستفيد كمان ان شاء الله بإذن الله تعالى بالثواب والأجر من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا في البداية بشكر الدكتورة مرني سيرجو على مساعدتها لينا في الدورة، وعدت جزء من الدورة وعدت لينا مجموعة من الملاحظات على المستوى العلمي في مصر عشان نستعين بيه او نحاول ان احنا نركز عليه ازاي ننميه اثناء الدورة. هبدأ ان شاء الله دورتي بمقولة الامام الشافعي او مجموعة من المقولات للامام الشافعي بتحسنا ان احنا نوصل العلم لغيرنا كلنا، سواء انا كنت عملت الحاجة دي او شفت غيري عمل حاجة كويسة فحاول ان انا اخدها وانشرها لغيري او اوصلها لغيري عشان كلنا نستفيد ان شاء الله بإذن الله تعالى. قال الامام الشافعي رحمة الله عليه: وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي، وقال: ما نظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وقال: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لسانه أو لساني. يعني الهدف يا جماعة من المقولات دي ان احنا نعرف ان نشر العلم شيء كويس، حتى لو المجهود بتاعك خده غيرك وناسبه لنفسه، المهم ان العلم يوصل والمعرفة توصل، وطبعا انت ثوابك واجرك بيكون على ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا ندعو كل الناس ان احنا الحاجات اللي احنا بنعملها سواء على صفحة مانوتون او هنا على القناة على اليوتيوب او على الموقعين بتوعنا على بلوجر، ياخدوا اي حاجة يا جماعة وينشروها، المهم ان الحاجات او المعلومات اللي احنا بننزلها توصل والكل يستفيد ان شاء الله باذن الله تعالى. هبدا النهارده الدوره، طبعا كاي دوره او كاي علم من العلوم لما ابدا ادخل فيه لازم اخد تعريفه. لما اجي اخد تعريف للبحث العلمي هلاقي ليه تعريفات كتيره جدا. البحث العلمي يا جماعه لو في كل ما نفتح كتاب بتاع بحث علمي او كيفيه عمل البحث هلاقي كل مؤلف بيعمل تعريف او بيحط تعريف مختلف. التعريفات يا جماعه لو كانت مختلفه في اللغه فهي دايما مختلفه لغويا فقط، لكن في الجوهر بتكون متفقه اتفاق كامل واتفاق كبير جدا. لما اجي ابص ايه سبب الاختلاف ده هلاقي يا جماعه سبب الاختلاف ده سواء كان اختلاف لغوي، اختلاف الثقافه وطبقات الثقافه والمكان اللي اتكتب فيه الكتاب ده او اتعمل فيه البحث ده، فالتعريفات هلاقيها مختلفه. لكن لما اجي ابحث في الجوهر بتاع التعريف هلاقي كل التعريفات هي تعريف واحد. لما اجي ابص النهارده تعريف البحث العلمي لغويا هلاقيه هو الطلب والتفتيش والتتبع والتحري. بطلب المعلومه وابدا افتش عليها وادور عليها وتتبعها في كل مكان هي موجوده فيه واجمعها وابدا اتحرى الدقه فيها وانقدها واعرف ايه الصح وايه الخطا فيها. في التعريف الاصطلاحي هاخد تعريف واخد عده نقاط متعلقه بهذا التعريف. التعريف يا جماعه بيقول إن البحث العلمي هو دراسة مبنية على تقص وتتبع لموضوع معين. دراسة مبنية على التقص وتتبع لموضوع معين وفق منهج خاص، وفق منهج اللي هو منهج البحث لتحقيق هدف معين. الهدف ده يا جماعة علميا لازم يكون إضافة جديد، إن أنا بضيف شيء جديد للعلم أو بجمع شيء متفرق في الكتب او متفرق في المواقع او في متفرق في الزمن،
برتب شيء او برتب شيء يكون مختلط على الناس او مش مرتب، فببدا ارتبه الترتيب بتاعه الصحيح، او بصحح معلومه لو كانت المعلومه غلط، وغير ذلك من اهداف البحث العلمي اللي هنشوفها ان شاء الله باذن الله تعالى في خلال لما نيجي نتكلم عن اهداف البحث العلمي. لما اجي اشوف الحاجات المتعلقه بالبحث العلمي اللي انا قلت عليها، هلاقي عندي مجموعه اشياء تدخل في تعريف البحث العلمي او التعريف الاصطلاحي للبحث العلمي. هلاقي اول حاجه ان البحث العلمي هو الاسلوب المنظم في جمع المعلومه وتدوين الملاحظه، اسلوب منظم في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات. كمان يا جماعه هلاقيه ان هو التحليل الموضوعي لتلك المعلومه، يعني انا اجيب المعلومه وابدا احللها تحليل موضوعي باتباع اساليب ومناهج علميه محدده. يعني يا جماعه مثلا انا النهارده بتكلم في اي موضوع، كان مثلا في التاريخ، في الجغرافيا، في الطب، في الفلك، في اي علم من العلوم، لازم التحليل بتاعي يكون تحليل موضوعي. وهنشوف التحليل الموضوعي فيما بعد خلال الدوره، واشوف ايه المواصفات بتاعته وازاي اعمل تحليل موضوعي فعلا واكون فيه محايد وغير منحاز مثلا لبني جلدتي او لبني لهجتي او لبني ديني او لبلدي، اكون محايد في نقل المعلومه وان انا اقول المعلومه بصورتها الصحيحه حتى لو كانت مخالفه لحبي انا، الحاجه اللي انا بحبها مثلا، انا بحب شيء والحاجه دي الحقيقه العلميه طلعت مخالفه ليه، فمش معنى كده ان انا اظهر الشيء اللي انا بحبه واضلل المعلومه العلميه الحقيقيه او الحقيقه العلميه الثابته. فده هو البحث الموضوعي او التحليل الموضوعي. بيكون دايما يا جماعه الدراسه التحليليه الموضوعيه ليها قصد، القصد بتاعها بيكون حاجه من ثلاث حاجات: ان انا اتاكد من صحه المعلومه اللي معايا، ده شيء، او ان انا ابدا اعدل المعلومه لو هي كانت خطا ابدا اعدلها واصححها، او باضيف شيء جديد لهذه المعلومه وبكتشف شيء او جزء من هذه المعلومه او من هذا البحث لم يكن مكتشف او معروف فيما قبل، فانا ابدا اظهره للوجود او اكتشفه من جديد. كمان من ضمن الحاجات اللي تدخل في تعريف البحث العلمي ان هو الوسيله التي يمكن بواسطتها الوصول الى حل مشكله محدده. وسيله بقدر احل من خلالها المشكله. حد دايما يا جماعه نلاقي ان البحث العلمي في اوروبا مش بيسموه، يعني البحث ده عباره عندهم عن هي مشكله، انا بشوف مشكله وعايز اعالج هذه المشكله، او اشوف المشكله دي احللها او اصححها او اعدلها واضيف شيء جديد، او ان انا استخرج شيء من هذه المشكله. فدايما بقول ان موضوع البحث عندهم مش اسمه موضوع بحث زي ما احنا بنقول موضوع بحث، لا، اسمها مشكله البحث. البحث بتاعك مشكلته ايه، او انت ايه المشكله اللي انت بتبحث فيها. انا مثلا ببحث في مشكله النساء اللي حكموا مصر القديمه مثلا في العصر الفرعوني، وهل فعلا كان حكم مباشر ولا اللي كان مذكور قصاده مثلا حاكمات الشمال والجنوب ده كان لقب تشريفي مش، فدي مشكله، دي اسمه مشكله البحث بتاعي. هنا هنقول عليها موضوع البحث، واكتشف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة اللي انا بقدر اتوصل لها وبكون محايد فيها وبجمعها بامانة وصدق، وببدأ احللها وانقدها وابذل كل ما املك من جهد ووقت ومال في ان انا اقدر اتحقق من هذه المعلومة. كمان يا جماعة النقطة رقم 4 معايا، ان البحث العلمي بيعتمد على الطريقة العلمية، والطريقة العلمية بتعتمد على عدة حاجات. ايه هي يا جماعة؟ ان هي اساليب منظمة، والاسلوب المنظم هو اسلوب موضوع في الملاحظه وتسجيل المعلومات ووصف الاحداث وتكوين الفرضيات، وكلها بتكون خطوات منظمه يا جماعه بتهدف الى اكتشاف او ترجمه الحقائق وعرضها عرض علمي صحيح. كمان يا جماعه كلمه بحث ممكن ان تعرف على انها مجموعه من المعلومات عن شيء محدد. انا بجمع مجموعه من المعلومات عن الملك اي مثلا، جمعت مجموعه من المعلومات عنه، وبتكون هذه المعلومات مرتبطة بالعلم وبالطرق العلمية في جمع المعلومة ونقدها وعرضها بصورة علمية صحيحة. فكلمة بحث ممكن أنا أعرفها على أنها مجموعة من المعلومات عن شيء محدد. الشيء ده أي شيء في أي علم من العلوم ببدأ أجمع عنه مجموعة من المعلومات، وهذه المعلومات بتكون مرتبطة بالعلم والطرق العلمية المختلفة. ونتكلم عن العلم باستفاضة خلال هذه الدورة في محاضرة مستقلة إن شاء الله، ونشوف الطرق العلمية بيبقى شكلها إزاي وبتتعمل إزاي. لما اجي انتقل للنقطه اللي بعد كده، هلاقي ما هي اهميه البحث العلمي. انت عمال تقول لي البحث العلمي، وعمال تعرف لي في البحث العلمي، وقلت لي تعريف اصطلاحي، ودخلت لي بعديه 5 نقط في التعريف بتاعه ليه. طب ما انت تقول لي ايه اهميه البحث العلمي كوضع اي علم يا جماعه. ببدا اعرفه وببدا اعرف ليه انا بدرس هذا العلم، او ما هي اهميه هذا العلم عشان انا ادرسه واهتم بيه او نوليه اهتماما كبيرا.
اهميه البحث العلمي يا جماعه مش اهميه، مش المقصود منها اهميه الرساله اللي انا بعملها ايه، او اهميه البحث اللي انا بعمله في الكليه ايه، او اهميه الرساله بتاع الدكتوراه اللي انا هعملها ايه، او اهميه البحث بتاع الترقيه بتاعي ايه. انا القصد من اهميه البحث العلمي هو منظومه البحث العلمي ككل في كل العلوم ومختلف العلوم ايه اهميتها. لكن كل واحد فينا بيكون في البحث بتاعه ليه اهداف، طبعا معظمها بيكون الاهداف بتاعته علميه بحته، وفي ناس ثانيه تبقى ليها اهداف غير علميه زي ان انا عايز اخد درجه وعايز اخد مش عارف ايه. لكن انا بتكلم عن منظومه البحث العلمي واهميتها كاهميه للدوله، كاهميه لامه كامله. ايه اهميه البحث العلمي؟ هلاقي اول حاجه عندي يا جماعه الحاجه الى الدراسات والبحوث والتعلم هي اليوم اشد منها في اي وقت مضى. احنا دلوقتي يا جماعه في عصر التكنولوجيا، في عصر متقدم جدا، العلم فيه بقى شيء متاح للجميع. يعني كان زمان الواحد فينا عشان يجيب كتاب ينزل سور الازبكيه ويقعد يدور في سور الازبكيه وسط الكشكات، ممكن يدور يوم كامل عشان يجيب كتاب، وينزل مثلا من الصعيد عشان ينزل القاهره عشان يجيب 5 6 كتب، وياخد له يومين ثلاثه وينزل عند واحد صاحبه وكده. دلوقتي انت ممكن معظم الكتب موجوده على النت، واللي مش موجود على النت بتلاقي عند حد صاحبك مثلا صوره وبعدين سحبه سكانر وعمله PDF. فبقت المعلومات والكتب متوفره بشكل كبير جدا، بس للاسف ما بقتش فيه الدماغ اللي هي عايزه تقرا وتتعلم. رغم ان احنا النهارده في وقت هو اشد الاوقات للعلم والمعرفه، لان احنا لما نبص للناس زمان هنلاقي ان كان في مثلا، يعني مثلا الامام احمد بن حنبل كنا بنسمع ان هو بيمشي بالكام شهر عشان يوصل يتاكد من معلومه في مكان من الاماكن عشان يعرف المعلومه دي صح ولا غلط، يعني عشان يتاكد بس الحاجه اللي هو عارفها دي صح ولا غلط، او الحاجه اللي وصلت له دي صح ولا غلط، يمشي 3 شهور، يقعد مسافر 3 شهور، يتنقل مثلا من العراق مثلا لدمشق، او من بغداد للقاهره، فبيقعد يتنقل فتره كبيره جدا ماشي يعني مثلا بالجمال او بكده عشان يتاكد من المعلومه بتاعته. انت النهارده بتخش اللهم صل على النبي على النت، يعني حاجه بقت سهله جدا انك تتاكد من معلومات، بس مفيش الرغبه في العلم والمعرفه. رغم ان احنا في وقت زي ما قلنا اشد وقت من اي وقت مضى في حاجة العلم، والعالم كله في سباق للوصول لاكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكفل رفاهية للانسان وتضمن له التفوق على غيره. لما نبص النهاردة لامريكا مثلا وتقدمها في التكنولوجي وفي كل حاجة نووي وغيره، ونبص لشعوبنا العربية في حالة كبيرة جدا من التخلف، حالة يرثى لها، رغم ان احنا اسياد علوم العالم العرب هم حلقة الوصل اللي خدت كل العلوم القديمة وطورتها وخلت العلوم فعلا علوم ناضجة واضافت ليها كل شيء، وفجأة لقينا العالم العربي بدأ يكون عالم متخلف بعد ما اوروبا كلها وامريكا وغيره 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 كان بيتعلم من العلوم بتاعة العرب. فنسأل الله عز وجل ان احنا ربنا يعني الحال بتاعنا يتغير شوية، خاصة في مصر اللي كانت هي ودمشق منارة الحضارات في العالم الحديث كله، واللي هي اللي نقلت العلوم وترجمتها في القاهرة، او كانت او سواء كانت دمشق والمكتبات اللي كانت موجودة في دمشق او بغداد وغيرها من العواصم الاسلامية. رقم 2، اذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي فذلك يرجع انها ادركت أن عظمة الأمم تكمن في قدرة أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية. أنت النهاردة لما تيجي تبص لأي حضارة، في أي حضارة قديمة زالت أو انهارت في العالم مفيش قوة خارجية قدرت تقضي على حضارة. يعني الهكسوس بعظمتهم وجبروتهم دخلوا إلى مصر ما قدروش يهدموا حضارة مصر. الرومان لما احتلوا مصر لم يهدموا الحضارة المصرية، ما قدروش يهدموا الحضارة المصرية. اليونان لما دخلوا مصر ما قدروش يهدموا الحضارة المصرية، ولا أي غازي مستعمر في أي مكان في العالم مهما كانت قوته وجبروته يقدر يقضي على حضارة. وأكبر دليل النهاردة أخواتنا اللي في فلسطين والهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني اللي ما زال موجود وهيفضل موجود إن شاء الله ليوم القيامة. فمعنى إن مفيش قوة عسكرية تقدر تخدم على حضارة، أمال إيه اللي هيقضي عليها؟ بيقضي عليها يا جماعة الجهل، بيقضي عليها المرض، وبيقضي عليها عدم المواطنة وعدم إحساسك بوطنك. يعني أنت بتهدم حضارتك من الداخل، مفيش حد يقدر يهدم حضارتك من بره. عشان كده احنا لازم نهتم بالعلم والمعرفة ونهتم بالبحث العلمي، وإن احنا
نطور نفسنا ونعلم نفسنا ونساعد بعض عشان نقدر نتعلم ونقدر نوصل للعلم الغني. البحث العلمي يا جماعه النقطه رقم 3 ميدان خصب ودعامه اساسيه لاقتصاد الدول وتطورها، وبالتالي تحقيق الرفاهيه للشعب والمحافظه على مكانتها الدوليه. لما نيجي نبص على اي دوله في العالم من الدول المتقدمه، سواء كانت الصين، سواء كانت امريكا، سواء كانت روسيا، سواء لا يا جماعه ان اقتصاد هذه الدول قائم على العلم. يعني الصين اكتر عدد بشري في العالم، ورغم كده الناس ما بتقولش احنا عندنا ازمه اقتصاديه، احنا عندنا بطاله، احنا عندنا مش ما بيقولوش الكلام ده. ليه يا جماعه؟ لان اقتصادهم هو قائم بالاساس على التطور العلمي والبحث العلمي، والرفاهيه بتاعتهم قامت على اساس العلم وعلى اساس التقدم العلمي اللي عندهم واهتمامهم بالعلوم والمعارف. كمان يا جماعه اصبحت منهجيه البحث العلمي واساليب القيام بها من الامور المسلم بها في المؤسسات الاكاديميه ومراكز البحوث في العالم كله. فلازم انا كمان اعرف المنهجيه العلميه دي ومنهجيه البحث العلمي واساليب القيام بالبحث العلمي عشان اواكب التطور الموجود في العالم وفي العصر الحديث. بالإضافة كمان يا جماعة ان احنا ممكن نشير الى انتشار استخدام المعالجات بتاعة البحث العلمي في معالجات المشكلات التي تواجه المجتمع بصفة عامة، حيث لم يعد البحث العلمي قاصرا على ميادين العلوم الطبيعية وحدها، لا بل امتد لعلوم اخرى، علوم اكاديمية، علوم اجتماعية، علوم ثقافية، علوم سياسية، علوم اقتصادية، وبدأ البحث العلمي يدخل في كافة مناحي العلوم في العالم. فعشان كده البحث العلمي ليه اهمية كبيرة ولازم نهتم بيه ولازم نوليه اهتمام خاص. لما اجي اقول انا عرفت البحث العلمي وعرفت اهدافه، طب ما هي اركان البحث العلمي؟ اركان البحث العلمي، الركن يا جماعة هو الشيء الذي يعتمد عليه او هو جزء الشيء. لما نقول ركن فلان الى كذا يعني اعتمد او مال الى ناحية هذا الشيء. أركان البحث العلمي يا جماعة ثلاث حاجات لازم يكونوا موجودين في البحث العلمي أو هم الدعامات الأساسية بتاع البحث العلمي. أولهم موضوع البحث، يكون عندي موضوع، أختار موضوع للبحث وأبدأ أشتغل فيه. تاني ركن هو المنهج أنا هشتغل أو هي الطريقة اللي أنا هشتغل بيها في البحث بتاعي. ثالث حاجة يا جماعة هي الشكل. لما اجي اتكلم عن كل نقطة فيهم بشيء من الإيجاز هلاقي يا جماعة الموضوع هو موضوع البحث ومحور الدراسة، أما المنهج فبيتمثل في ترتيب المعلومات ترتيبا محكما، وبكون ملتزم بالموضوعية التامة، وبستعمل المعلومات استعمالا صحيحا في أسلوب علمي سليم، وكمان في طريقة العرض وتأييد القضايا المعروضة بالأدلة المقنعة وتوضيحها بالأمثلة دون إجحاف لبعضها أو تحيز للبعض الآخر. ده المنهج. الشكل يا جماعة هو الطريقة اللي أنا بنظم بيها البحث بتاعي أو هي طريقة الإخراج العلمي بتاع البحث بتاعي التي توضع العرف العلمي العام على السير عليها، ابتداء من تنظيم المعلومات على صفحة العنوان وغير ذلك في طريقة استعمال الهامش وتوثيق المعلومات وكتابة التعليقات والفهارس والصور والأشكال وإزاي وبقية أجزاء الرسالة، زي مثلا صفحة المراية بتاعت كل فصل، زي أحط الشكل والأشكال، ممكن أحط هل في طرق أن أنا أحط بيها الأشكال في الرسالة غير أن أنا أحطها في آخر الرسالة بس، وإيه الطريقة الأصح وإيه الطريقة اللي تناسب البحث بتاعي وشكله وموضوعه. كل الحاجات دي هنتكلم عليها كله إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الدورة بتاعتنا. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاع النهاردة، أشكركم من كل قلبي وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى على صفحة ماريتون السمنودي، مع تحيات فريق العمل وفريق إعداد الدورة أستاذة الدكتورة مارني سيرجو، لها كل التحية والتقدير مننا، وأخوكم الدكتور نزيه سليمان. أشكركم ولا تحرمونا من صالح دعائكم، وفقنا الله إياكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.